أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر
وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Telah hadir pertama di Indonesia Quran At-Tartil. Quran ini sangat enak sekali karena menggunakan panduan bunyi bacaan dengan tanda warna. Insya Allah kita bisa baca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi gak usah mikir mana itu ikhfa, mana itu idgham. Cukup dengan tanda warna udah bisa baca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah yang kedua ada waqaf ibtidaknya. Jadi berhenti di mana, memulainya di mana. Dan juga mushaf ini menggunakan khot, huruf tulisan yang tebal. Jadi enak banget untuk dilihat ya. Beda dengan Quran yang lain yang tulisannya itu mungkin tipis-tipis. Nah, Quran At-Tartil ini tulisannya tebal banget. Jadi enak kalau untuk belajar membaca Al-Quran. Dan di sini Quran At-Tartil banyak varian warnanya. Ada warna biru, merah, pink, hijau, hitam, dan lain-lain.